ومن رام الله ينضم إلينا عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد الحوراني. سيد محمد، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. إذن هو اجتماع وزاري عربي أوروبي في بروكسل حول القضية الفلسطينية، العنوان الأبرز الآن هو تزايد الاعتراف بدولة فلسطين أو فرص الاعتراف بالدولة الفلسطينية. في البداية، ما المنتظر من هذا الاجتماع و خاصة فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين؟ نعم، مساء الخير. أهلا بك. هو في الواقع ما يحصل تحديدا في الاتحاد الأوروبي هي تطورات في منتهى الأهمية. أولا، احنا نشيد بكل احترام موقف إسبانيا التي قادت القاطرة على طريق الاعتراف بالدولة الفلسطينية كتجسيد لحق قانوني وسيادي لكل دولة على حدة عندما تعترف طبعا بالدولة الفلسطينية. هم يحولوا الدولة الفلسطينية عمليا من حقيقة في فضاء العمل الدولي إلى حقيقة تقترب من التجسيد. وأنا أعتقد أنه إن كان الاتحاد الأوروبي ممثل بالسيد بوريل أو مواقف الدول المتتالية، الثلاث دول التي اعترفت، دول أخرى على الطريق كما أعلنت هي، هذه موجة في منتهى الأهمية تنأى بنفسها عن موقف الإدارة الأمريكية التي كان لها مقولة غير عملية فيما يتعلق بحل الدولتين عندما تكرر مسألتين: أن حل الموضوع الفلسطيني هو جزء من صفقة إقليمية، يعني كأن على الفلسطينيين أن ينتظروا ظهرا حتى تحصل هذه الصفقة. اثنين، على الدولة الفلسطينية أن تكون نتيجة لمفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني، وهذا بالفعل كلام أقرب إلى الخرافة، لأن الحكومة الحالية في إسرائيل لا تؤمن بأي مسار سياسي، بالعكس هي عملت وبشكل استراتيجي على دفنه. إذا ما يحصل في أوروبا ومن دول أخرى مع عناصر أخرى عمليا هو يكسر حصار وتابو كانت أمريكا ترعاه بقبضة قوية. الآن أوروبا تبادر هذه المبادرات المهمة على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية. حينما تحدث عن ثلاث دول التي ذكرتها، تقصد النرويج، إيرلندا، إسبانيا، كلها قررت الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكن ألا ترصدون خلافا أو انقساما على الأقل أوروبيا يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ لم تصلكم هذه المعلومات؟ مفهوم. هناك أولا، الاتحاد الأوروبي يتكون من دول كثيرة، ولكن معظم هذه الدول، إذا ما استثنينا دول لا نريد أن نذكرها، يعني معظم، هناك سلوفينيا على الطريق، هناك بلجيكيا، هناك مالطا، هناك تصريحات لافتة مثلا من فرنسا وهي دولة مهمة تقول أنه ليس من الخطأ الاعتراف بالدولة الفلسطينية، السؤال هو الوقت المناسب. كذلك بريطانيا اللي أعلنت على لسان وزير خارجيتها، وهو من الدولة العميقة في بريطانيا، أنه الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو أمر يجب دراسته. إذا نحن نتحدث عن أغلبية كبيرة من الاتحاد الأوروبي، وهذا معطى مهم عندما نجمع مع عناصر أخرى تتعلق بمحكمة العدل الدولية، سقوط صورة إسرائيل، محكمة الجنايات الدولية، خروج ملايين الناس. إذن هي عناصر تجتمع لتشكل عامل ضغط على إسرائيل. متى سيظهر صدى كما يجب؟ عندما ينتهي هذا العدوان، لأن إسرائيل ساعتها هي وكل الطبقة السياسية فيها ستكون أمام ما آل إليه وضع إسرائيل من ضعف وسقوط في عين المجتمع الدولي. ألا تخشون سيد محمد بأنها مواقف أو المستوى الرسمي مرحلية أو ضغط مرحلي فقط ضد إسرائيل أو في مقابل إسرائيل من قبل كل هذه الدول؟ أعتقد لا، لسبب. رئيس الوزراء الإسباني عندما صرح كان واضح أن إسبانيا تعرف أن هناك يعني نوع من الرد على مواقفها، مثل استدعاء السفير، توبيخه، ولكن يظهر أن هذا الأمر لم يعد يشتري العالم. لاحظي ما صرح رئيس الوزراء عندما خاطب الأجيال القادمة في إسبانيا لتعرف أن حكومتها وقفت إلى الجانب الطريق الصحيح من التاريخ، أي أن القرار هذا أخذ بعزم له صفة الاستدامة. وحتى تصريحات وزير الخارجية الإسباني قال أنه لن يرهبنا أحد ولن يمنعنا أحد على الاستمرار في هذا الطريق. أيضا تصريحات بوريل المتكررة والتي تعبر عن الأغلبية كبيرة في الاتحاد الأوروبي تتكرر منذ 7 أكتوبر أن الحل هو بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
هذا مستدام. نعم. التحدي الآن أمامنا كفلسطينيين وكعرب، كيف نقصر طريق آلام الفلسطينيين بما يوصلنا بالفعل إلى الدولة الفلسطينية؟ يتحدث الأوروبيون في هذا الإطار عن دولة فلسطينية أو سلطة فلسطينية قوية، وقبل ذلك دعني أشير لبعض الأخبار العاجلة من وزير الخارجية السعودية الذي يقول أن السعودية تجدد التأكيد على دعمها للحكومة الفلسطينية ويجب إزالة جميع العراقيل والمعوقات أمام الحكومة الفلسطينية. بورال قبل ذلك كان قال المسؤول الأوروبي أنه يجب إيجاد سلطة فلسطينية قوية. ما الذي يفهم من هذه التصريحات حينما يجي الحديث عن سلطة فلسطينية قوية في سياق نقاش دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ يعني حكومة فلسطينية تعبر عن الجميع عبر انتخابات تجري في يوم ما. الانتخابات مسألة مطروحة، الذي يعيق طرحها بشكل عملي وفي الواقع هذا العدوان الإسرائيلي، ولا بد وهذا يجب يعني نحن كفلسطينيين أن نبادر بالسناط. العالم تعامل بمسؤولية. لاحظي تصريحات وزير الخارجية السعودي، الأشقاء العرب، الاتحاد الأوروبي الذي يستقبل اليوم رئيس الوزراء. هذه وزارة انتقالية لديها أهداف محددة. النظام السياسي القوي هو وحكومته طبعا هو الذي يكون ناتج عن انتخابات لابد أن نجريها نتيجة لتفاهم فلسطيني ينتج حكومة، انتخابات رئاسية وتشريعية أقصد، يستطيع كل العالم أن يتعامل معها على أساس أنها حكومة ونظام سياسي قوي ناتج عن إرادة شرعية لملايين الفلسطينيين. نعم. لكن الحكومة الحالية طبعا هي حكومة ذات مهام انتقالية يتقبلها العالم. كل يوم تسجل يعني دعيني أقول تعاطي جدي من قبل العالم، لأن العالم يريد أيضا أن العالم لا يستطيع أن يتعاطى مع فكرة إسرائيلية خطيرة وهي تقويض حماس وتقويض السلطة اللي هي الإطار القانوني الممثل للشعب الفلسطيني، لأن هذه دعوة للفراغ والفوضى والدخول في نفق مظلم. لذلك العالم لاحظي أيضا دعا إلى فك الحصار المالي عن السلطة الفلسطينية. إذن هناك تعامل إيجابي مع السلطة، كل يوم تحقق خطوة إلى الأمام إلى حين كما قلت إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. نعم. بالعودة إلى مواقف الدول الأوروبية، ذكرنا بعض الدول التي هي تسير في اتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية. في يوم 28 أعتقد سيكون بعد غد هو الاعتراف الرسمي الإسباني بالدولة الفلسطينية وغيرها من الخطوات للدول الأخرى، ولكن ما زالت بعض الدول الأوروبية المهمة والوازنة مثل فرنسا لم تخطو جديا في هذا الاتجاه. فرنسا بالتأكيد تقول إنها تناقش دبلوماسيا مصير الدولة الفلسطينية أو مستقبل الدولة الفلسطينية، وتقول بأن هذا النقاش أصبح ضروريا ولكن عمليا لا شيء كثير يذكر. هل تتوقعون خطوات أوروبية أو غربية أكبر اتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ يعني نتوقع نعم، لأن هذا هو المسار، ولكن السؤال كيف نسرعه؟ أنا أعتقد أن جهد فلسطيني وعربي مع أصدقائنا في العالم ممكن أن يسرع اعتراف دول مهمة مثل فرنسا وألمانيا. بالمناسبة الاعترافات التي حصلت حتى الآن هي مهمة لأنها كسرت الطوق، كسرت الحلقة المفرغة التي كانت أوروبا دائما توافق على المقولة الأمريكية. أوروبا الآن بادرت، وأنا أعتقد أنه سيكون حتى أسهل على فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا بالمناسبة يساعد على بالفعل إفهام إسرائيل أن محاولاتها لدفن أي مسار سياسي لن يكتب لها النجاح، أي أن هذا أيضا يضع إسرائيل كدولة احتلال أمام أن الدولة الفلسطينية هي حقيقة لا يمكن القفز عليها. لذلك جهد اللجنة العربية، دول عربية، أصدقائنا في العالم مع جهد فلسطيني منسق يستهدف بالفعل استجلاب مزيد من الاعتراف هو جهد سياسي مطلوب العمل من أجله بشكل حثيث. شكرا من رام الله، كنت معنا عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد الحوراني.